في جملة ساعات بنسمعها، وهي جملة أنا بشوف إنها خطيرة جدا ومضرة جدا، وهي إنه الريس ناجح ناجح. الجملة دي تأثيراتها إيه؟ إنه ناس بتحس مفيش داعي تنزل تشارك في الانتخابات، مفيش داعي تدلي بصوتها. خليني أقول لحضراتكم إنه مش المهم النتيجة بقدر ما هو مهم المشاركة، لأنه المشاركة هي اللي بتصنع النتيجة، هي اللي بتدي لكل صوت تأثير، وبتدي لكل صوت قيمة، وبتخلي الأصوات قادرة فعلا إنها تصنع نتيجة وتأثر في النتيجة وتشكل نتيجة الانتخابات. مفيش انتخابات مش مهمة، لكن الانتخابات دي تحديدا وبوجه خاص ليها أبعاد كتير مختلفة، ليها بعد سياسي، ليها بعد اقتصادي، بتيجي وسط اضطرابات كتير جدا في العالم، بتيجي وسط اشتعال في الأحداث في قطاع غزة. أهمية الانتخابات دي هي أنه بترسم شكل وطبيعة وملامح سياسة مصر، سواء داخليا أو خارجيا على مدار السنوات القادمة. المشاركة بقى أخدوها على عاتقهم، أو أخدوا على عاتقهم أهمية لفت النظر ليها والتوعية بيها اتحاد عمال مصر. عشان كده أنا النهاردة بيسعدني استضافة الأستاذ عيد مرسال، أمين عام اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للزراعة والري. أهلا وسهلا بحضرتك. الهدف النهاردة من المؤتمر إيه، وبتشوفوا إزاي أهمية المشاركة في الانتخابات؟ طبعا الهدف النهاردة إحنا ده رد جميل لمصر. النهاردة إحنا بننتخب مصر، ما بننتخبش السيد الرئيس السيسي. النهاردة مصر وطننا ولازم نحافظ عليه، وإن مصر النهاردة في مستهدفة من الخارج وفي عيون كتير على الانتخابات. فضلنا كاتحاد عمال مصر التوعية. حضرتك موضوع الناجح ناجح ده، دي كلمة الجماعة المتخاذلين. بتسمعوا الكلمة دي فعلا؟ الجماعة اللي هما ما بيحبوش مصر. الجماعه اللي بيحقدوا على مصر او الاعلام القاري لمصر. لكن احنا دورنا كاتحاد عمال مصر عملنا ندوات تثقيفيه وتوعيه لعمالنا في كل مكان في الجمهوريه، بحيث النهارده يوم الانتخابات كل واحد كان يعمل اللي عليه. انا دور النهارده كتنظيم نقابه او كفرد، انا مسؤول عن بلدي وعن دولتي، وانا عايش في خير بلدي لازم احافظ عليها. اذا النهارده اذا ما كانش في انتخابات وما فيش خروج، دي هتأثر علينا في الاقتصاد في المستقبل ان شاء الله. فيهمنا ان كلنا نخرج الانتخابات، يعني كل واحد فينا يعمل اللي عليه، يطلع امه واخته وجيرانه واهله. في ناس طيبين ما عندهمش خلفيه، فدورنا احنا ننزل الشوارع ونجيغوا القرى ونلف عليهم ونطلعهم انتخابات ونوفر لهم وسيله الانتقال كمان. يعني انتم هدفكم الاساسي انه الناس تنزل وتشارك قبل ما نتكلم في المرشح. اهم الحشود الحجه، اهم حاجه انتخابات، روح صندوق انتخاب اللي انت عايزه. اهم حاجه تبقى صورتنا قدام العالم كويسه. ما بيقولوش ان مصر ما فيهاش انتخابات، ده الشعب مش عايز. لا، احنا عايزين الناس، ان احنا شعب مثقف، شعب راقي، بنحب بلدنا، وننزل انتخابات كلها ان شاء الله. تتوقع نسبه المشاركه تبقى قد ايه؟ وانا بص حضرتك، الانتخابات ما اقدرش زي ماتش الكوره، ما اقدرش اتوقع النهارده يعني، لكن المره دي الحمد لله فضل ربنا غير كل مره. لكن املكم املنا تبقى 70% يعني، لكن غير كل مره. المره دي في نضوج وفي ثقافه كل مره في الانتخابات. النهارده موضوع فلسطين وموضوع غزه شفناه عامل ازاي. فرقت الاحداث في قطاع غزه والتطورات اللي حصلت والحرب اللي دايره يمكن من 50 يوم لحد النهارده، فرقت في وعي الناس طبعاً محليا باهميه فكره الانتخابات طبعاً والمشاركه؟ فرقت كتير. النهارده احنا النهارده دوله امنه مستقره. بعد اللي حصل في غزه احنا فدى مصر وتراب مصر، وعلى فكره ده كلام كل الناس. حتى كان في بعض المعارضين، حتى لما بنقعد مع بعض الناس زمايلنا، كان عندهم اعتراض على السيد الرئيس مرشح في الوقت الحالي، يقول لك لا طب روح بالدم. حتى لو شفت الاعلام محمد ناصر المعارض للسيد الرئيس والمعارض لمصر، اما جه قال انا مع السيد الرئيس وموضوع سينا. فاحنا النهارده الوضع اتغير تماما، والناس كلها الحمد لله نسبه كبيره جدا من الناس اللي كانت معترضه على الانتخابات عشان الاسعار والحاجات دي، بيقول لك اسعار ايه؟ انا يهمني الثقافه ويهمني الامن. يعني هنا نقدر نقول ان الاولويات اختلفت. طبعا الاول كان العنصر الاقتصادي ضاغط وملح، والناس فارق معاها قوي فكره الاسعار. اختلفت اولويه الناس في موضوع الانتخابات. النهارده الامن اختلفت. النهارده ان ابلاغ السكر ولا ما سكرش ولا شيء. النهارده هدفنا النهارده ابقى امن ومستقر وطني. انا النهارده ايه سكر؟ ايه شيء؟ ايه لحمه؟ دي كلها حاجات مستهلكه ممكن نستغنى عنها، لكن ما حدش يعرف يستغنى عن بلده وعن امنه وعن وطنه. مين فينا يستغنى عن وطنه؟ مين فينا يروح دوله ثانيه ويعيش دوله ثانيه؟ احنا النهارده بنحب بلدنا وبنحب وطننا، ولازم كلنا نحافظ عليه. يعني مش انا لوحدي، كلنا كمصريين.
طيب ده في حتة المشاركة أو في جزئية المشاركة بشكل عام، لكن عمال مصر أكيد عندكم بقى مطالب، أكيد عندكم تمنيات، أكيد عندكم ملفات مهمة تتمنوا أنه الرئيس القادم يبدأ يلتفت ليها ويشتغل عليها. قول هذه الملفات. أقول لعضلك حاجة، احنا مناش طلبات، طلباتنا أن مصر تبدأ دولة قوية ودولة كبيرة ودولة مستقرة، ونركز على الصناعة. صناعة، صناعة، اللي يهمنا أن احنا صناعة، صناعة توفر لي عملة صعبة، توفر لي حاجات كتير. طبعا أنا بستورد ومستهلك، وده بيأثر عليها في العملة الصعبة، لكن يهمنا النهاردة أن يبقى عندنا مصانع كبيرة تضاهي العالم كله، ما بيعش مصانعي، أحافظ عليها واستثمرها، ويهمني أن أنا أحافظ على أنا فيه، على أمن واستقراري. اللي هم أنا مش مطالب، مطالب بعد الانتخابات الرئاسية إن شاء الله بإذن الله، ما لناش قبل، إحنا لينا بعد، بعد إن شاء الله بعد نجاح السادة الرئيس وتوفيق الانتخابات، نقعد نقول إحنا عايزين إيه. طيب يعني افهم من كده انه دعم غير مشروط للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ غير مشروط تماما. انا بطن بلدي، بطن مصر، وطني، بحافظ عليها. يعني حضرتك النهارده احنا قاعدين مستقرين في امن، لما بتشوف التلفزيون في الخارج الخمس ده تلاقي صاروخ ضارب، فانت قاعده في امان مستقره. محدش يقدر يحقق الامن والاستقرار ده غير الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس القوات المسلحه، الرئيس ده راجل قائد وعنده خلفيه عسكريه وعارف حدودنا وعارف شمالنا في العالم. مش اي حد مصر كبير يا جماعه، مش اي حد، مش اي حد مصر، مصر ام الدنيا، مش شمال الجمهوريه، اصل اسكندريه. طب رايك ايه في بقيه المرشحين؟ احنا عندنا ثلاث مرشحين اضافه الى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كل واحد اعلن عن ملامح او برنامج انتخابي. تابعت البرامج دي ازاي ووجهه نظرك؟ انا حضرتك بتمنى لهم التوفيق، لكن النهارده دي النهارده كل واحد فيهم ليه معلومه عليه. انا دي حاجات توفيق انه يكسبه ولا التوفيق يخسره؟ يخسره بمنتهى الصراحه. بص حضرتك، حضرتك انا النهارده عرفت الاستاذه هبه جلال عالميه متميزه. انا جربنا، احنا جربنا، شفنا وجربنا اللي حصل في يناير وفي الاخوان، شفنا وشفنا على الطبيعه. مش عايزين ما عندناش سنه نجرب تاني، لازم رئيسنا يبقى قوي، قوي، رجل قائد عسكري متميز متمكن، يقدر النهارده يحافظ على اسوان من حديث اسوان اسكندريه. انا مش هجيب واحد النهارده حارب الصبح. العمليه حددها دوله 105 مليون، فالقرار صعب، لازم اللي يجي مصر بقائد متميز، مش اي حد يمسك مصر. ده مش موجود في بقيه المرشحين على الاقل من اللي تابعته؟ ما اعترضنا لهم، لا ما اعترضنا لهم. اقتصاديا ولا سياسيا ولا عسكريا ما في، ما مش النهارده ما فيش الخبره الكافيه. يعني انا ينفع اطلع النهارده على التلفزيون اتكلم مع حضرتك؟ ما عنديش ينفع خبره. طبعا لا لا، حضرتك ما عنديش الخبره، قصدي النهارده ايه، ما هي ممارسه، وانت حضرتك كليه اعلام، فالنهارده رئيس متخصص، متخصص عسكري، راجل النهارده اقتصاد، عنده مستشار وعنده وعنده وليه علاقاته الدوليه. النهارده مصر رجعت زي زمان في الخارج. شفت طبعا مشاهد الرؤساء والزعماء ورؤساء الوزراء والمسؤولين من المنظمات الدولية والأممية وهم جايين كلهم على معبر رفح. طبعا طبعا بيتكلموا عن أهمية مصر في إدخال المساعدات لقطاع غزة. ما هو مصر هي أساسي، وكمان حتى مصر كان لها دور في الهدنة، السيد الرئيس والقطريين كان لهم دور في الهدنة، وطبعا دي حاجة شرفنا، وحاجة دي حاجة ترجع لأن دور مصر دور حيوي، ما حدش يعرف يساعد عن مصر. ما فيش النهاردة، وعايز كل العرب من غير مصر ما فيش عرب. رمانة الميزان، مصر هي الاساس. انا بروح وباجي مع حضرتك في النقاش، فعايز ارجع لمساله الصناعه. انت ذكرت انه بعد الانتخابات تتمنى ان يكون في اهتمام اكبر بملف الصناعه، وده بيفكرني بحاجه مهمه جدا وهي موضوع المصانع المقفوله، وده ملف شائك شويه وجدلي. شايف انه اول تحرك فيه المفروض يبين الغزه والنسيج. طبعا الغزه والنسيج صناعه كبيره في مصر. النهارده كانت النهارده بتاثر على الزراعه في الاطار. النهارده كان القطن النهارده ليه 8 ساعه. النهارده انا امبارح لسه بيكلمني بعض الناس ان القطن موجود لسه ما اتباعش، لكن النهارده ما في بقى في غزه ونسيج وصناعه كبيره، لا اقدر اسوق واقدر اعمل، فهي صناعه اساس البلد. اتحركنا فيها احنا على مدار الكام سنه اللي فاتوا شويه، اتحركنا يعني احنا عملنا حوالي 5000 مصنع صناعات صغيره وطورنا في غزه ونسيج ماشي بعض التطوير، بس الظروف العالميه مش مساعده في الزراعه طبعًا نفسها. احنا طبعا القطن تحديدا يعني. حضرتك احنا بنقول بنطمع طموح وعشمين في رب سبحانه وتعالى، والاستاذ الرئيس عنده قدره ان يعمل كده ويغير، بس طبعا الملفات الفتره اللي عدت كبيره عليه وملفات صعبه. الحمد لله ان بس نعدي من عنق الزجاجه ان شاء الله. وعلى راي ان الحصاد جاي. احنا طيب. زرعنا فالحصاد جاي خلاص. على سيرة الزراعة، حضرتك نقيب الزراعة والري، ودي نقابة مهمة جدا في ظل التوجه الخاص بالدولة انها تتوسع في الرقعة الزراعية
وفي نفس الوقت في يعني في ظل ظروف في العالم كله بيعاني منها من شح مائي وقلة في الموارد المائية، التوسعات اللي حصلت في المشروعات الزراعية بتشوفها ايه، وايه اللي مفروض برضو نتحرك فيه يعني في فترة الجاية؟ حضرتك التوسعات دي النهاردة الزراعية عندنا بتطلع النهاردة من 13% لـ7%. النهاردة انا عندي النهاردة احنا نادينا كذا مرة بالدورة الزراعية، النهاردة في نهر صناعي، النهاردة الراس بيعمل بديل للمية في نهر صناعي، النهارده بيتوفر عندي محصول النهارده بصدر للعالم كله. يعني انا نمر واحد في البرتقال في العالم. انا بصدر كل الموالح كلها والفراوله والكلام ده كله اشتغلنا عليه جامد. شو التنظيم؟ تنظيم بمعنى انه يبقى في خريطه احنا محتاجين نشتغل على انهي محاصيل، دورات معينه. بفضل يعني النهارده معروف النهارده انا عندي 5 فدان طماطم وعندي 5 كوسه، مش كلنا نزرع كوسة مع بعض، لو كلنا احنا هنقدر كده. ما انت احيانا في مصر البطاطس بترمي البطاطس والبصل حصل فيه ينزل الارض وبكده يطلع، لكن حضرتك لو ارتفع سعره، لو في وزارة الزراعة قامت بدورها كويس ونظمت الدورة الزراعية هنمشي 10 ب10. طب تواصلتم مع وزارة الزراعة في الحتة دي؟ احنا عملنا مقترحات وبعتناها لسيادة وزير الزراعة، للأسف ما فيش رد. وكل كلامنا كل المنابر بتكلم فيها الدورة الزراعية، لأن دي هتنظم الزراعة عندنا. طب والمقترحات اللي اتعملت موضوع مثلا بورصه السلع او البورصه السلعيه، هل ده بيفرق الزراعه التعاقديه؟ هل الخطوط دي تفرق شويه في موضوع الخريطه، خريطه طبعا المحصيل؟ حضرتك تفرق معانا كتير الزراعه التعاقديه، النهارده هنوفر كتير ونوفر حاجات كتيره، ويبقى عندنا النهارده فايض. لو زي ما قلت لك النهارده لو في تنظيم ماشي، انت موضوع رقابه على السلع النهارده والمنتجات بتاعتنا للاسف الرقابه غايبه النهارده، كل المول التجاري ده بيفرق كتير، حتى المواد بتاع رئيس الوزراء يوم اتلغت. نجحت بالمناسبه؟ لا ما نجحتش. لا شئنا الناس اتصورت والتلفزيون ومفيش، لكن انا النهارده بتكلم في ايه؟ لو في رقابه على الاسعار في السوق، لو كل مكان في المول ما نجحتش لانه الاسعار ما نزلتش ولا ما حصلش فيها استمراريه؟ مفيش النهارده برضو مفيش متابعه. حضرتك مفيش متابعه، ما انا عشان اعمل لازم اتابع، ما انا مش رئيس وزراء مش شغال لوحده. عنده وزراء، عنده تموين، عنده محليات، عنده المفروض النهارده الناس تتابع، ما حد بيتابع، لازم يتعمل النهارده جهاز رقابي من رؤساء القرى ورؤساء المدن والمحليات، بحيث ان انا اراقب على الاسعار واظبط الاسعار. في احتكار؟ في طبعا احتكار، في احتكار في كل حاجه. لكن النهارده لازم التموين يقوم بدوره، لازم التموين فعلا النهارده التموين يقوم بدوره، على الرغم ان احنا عندنا خلي بالك ان احنا الحمد لله احسن كتير. وعندنا الحمد لله نعم كتيره طبعا، ويا ريت نحافظ عليها. واحنا بنتناقش من باب تحسين الاوضاع مش من باب يعني التوسع في السلبيات. يعني انا كده هستنتج من كلام حضرتك او هقرا بين السطور انه عندكم 3 مطالب من الرئيس القادم فيما يتعلق بملف الزراعه والري على الاقل. اول حاجه موضوع الخريطه الزراعيه انها تبقى محكمه اكتر. النقطه الثانيه انه يكون في رقابه اكتر على الاسعار والسلع وعلى الاسواق. والنقطه الثالثه هي موضوع المصانع لانه مرتبط جدا بالزراعه، اعاده فتح المصانع، تشغيل المصانع مره ثانيه. تضيف حاجه؟ شكرا سلامتك، بشكر حضرتك نورتنا. شكرا كتر خير صاحبه، وطبعا المذيعه المتميزه بشكر حضرتك، بشكر الناس، كل الناس اللي مع حضرتك ده نورتنا في برنامج مصر تنتخب، واكيد دايما لينا لقاءات. شكرا.